الأمير محمد بن سلمان يرى أن المملكة يجب أن تكون في مكان آخر بين البلدان المتقدمة، ولديه رؤية أن سكان المملكة يستطيعون تحقيق كل ما هو صعب ومستحيل، ومن هنا أعلن عن هذا المشروع الذي يفوق الخيال The Line. ولكن قبل أن أعرفكم على هذا المشروع الرائع، بقدر حبكم للمملكة يرجى عمل لايك للفيديو. مشروع مدينة The Line سيكون في نيوم، وهي المدينة التي تمثل تجديداً لمفهوم المدن في العالم. The Line هي مدينة مليونية بطول 170 كيلومتراً، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، بحيث تكون نسبة السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية صفراً، وتحقق احتياج البشرية بتوفير الوقت الضائع في التنقل. من المقرر أن تعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 خصوصاً على صعيد التنوع الاقتصادي. توفر المدينة 380 ألف فرصة عمل، كما أنها تساهم بالناتج المحلي الإجمالي بإضافة 180 مليار ريال، وذلك بحلول عام 2030. تضم مدينة The Line مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ستدار المدينة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل من خلال قدرات غير مسبوقة. الهدف الرئيسي للمدينة يتمثل في بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، بالإضافة إلى خلوها من المركبات والازدحام. سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، مقارنة ب 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية. يبرز الدور الاجتماعي لذا لاين من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان هو المحور الرئيسي. تضمن المدينة الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية، بما في ذلك المراكز الطبية والمدارس والمدن الترفيهية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام. تشمل المدينة أيضاً مواصلات فائقة السرعة، والتي تجعل التنقل أسهل وأسرع، فأبعد رحلة في The Line لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة. باختصار، ستكون The Line مدينة الخيال، فهي تمنح الحياة على الأرض معنى جديداً. يكفينا فخراً أنها لن تكون في اليابان أو أمريكا، بل ستكون على أرض المملكة. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.